السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح شيسان عبيدي. اليوم طالعين سفره، ام الشغل مالكي عزمتنا. طبعا هنا شلون عندهم العيد، عندهم عيد يعني بعد كم يوم راح يصير، فهي تعزمنا دائما. اللي يشتغلون كلهم اللي يشتغلون بالشغل يعني تعزمنا، نروح تفرفرنا مدينه، تفرفرنا من شنو يعني، شلون العيديه مثل ما يقولون احنا عندنا عيديه، عرفت شلون؟ فمثل العيديه، ف خلينا نروح نشوف طبعا مناطق راح نشوف حلوه نروح لها، ويعني حيكون ان شاء الله فيديو حلو، واذا صار طويل قسم على مقطعين او مقطع واحد حسب. فيلا خليكم ويانا، يلا هسه نروح بالسيارة لهناك المكان. يلا اصدقائي هنا بس حبيت ارويكم الطريق، الطريق كان فتشي كلش حلو. مثل ما تشوفون اجواء الخريف، الاوراق مساقطه، هذا الطريق كلش احبه، مصوره بالخريف وبالشتاء وبالربيع يعني فالطريق رهيب. لوحه فنيه هذا عندي هنا، كتبوا لوحه فنيه من الشيف سان العبيدي راح تلقوها. شوفوا شلون شوارع رهيبه. سرعت الفيديو على مودكم، بس على مود اللي يصير فيديو ممل وتاخير ان شاء الله يعجبكم. يقول لي تعال، قلت له انا بالتسعه اجيبك هنا، وهسه الساعه بالتسعه شوفوا يخاف هو، يقول عنده مشكلات. هنا اصدقائي طلعنا بسياره صاحبه العمل، وهسه وصلنا لهذه المنطقه اللي نروح لها، اسمها عيس الناخل. اصدقائي شلونه؟ بلفت شي. طبعا وصلنا هسه هنا، هنا اسمها اليزابيث متزوجه، كانت هي بمنطقه نابماربورغ. طبعا هذا الطريق عزيز الرجال منه والنساء مناك، ليش ما ادري، هو نفس الطريق مع العلم نلتقي بمكان واحد. هذا علاوي هنا الحلو. السلام عليكم. السلام علاوي. صح صح صح. يلا بس مكان حلو. هوب 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 هوب. شلون حلو مسوي؟ شوفنا شلون حلو الصورة. كل سواحي يجون هنا. شجرة تضحك لكم مسويها. واو يلا هسه صاعدين هذا الجروب طالعين من احنا. شلون صعود بهذله، بس شلون طريق هو، شو مسوي مزار، الناس تجي تزوره سياح، بس موقع فتشي المكان قد ما اقول لكم فتشي فتشي. تعبنا هاي. واو هنا صاير هنا شو منظر اللفتشي، شلون تشي لا كحل لا كصحام، ما جاويز يروح شي يصير بيهم. تعبنا كمل الهج، بس ما على قمه على الجبل. ما وين صار، ويل عليك وين قاعده، شو منظر. يا وين على شوي يصير اسمي هنا سيران. خلينا نصعد لي فوق. هاي هنا اصدقائي تقريبا ما ادري ما شنو. يلا خلينا نصعد، بس هاي كلش مسوح يعني، هذا بالصيف يجنن يموت هالمكان يعني، فشي من الخيال صراحة، غير كلش حلو يعني. هسه احنا على شي باعوا، شوفوا المدافع مال الطار، ويلي السيارة بالقوة تصعد. ماكو هيك شي هواي هنا، والله ذا حبسه واحد نايم ولا حراس. يا ابوي شو منظر حلو يعني، قد ما اقول لكم منظر حلو. شوف مدينة ذيش المدينة، وهي هنا قاعدة متشخصة العينتين، اسمها اليزابيث. يا فيزبلت يا ابوي شلون تعب المنظر. هاكم كاميرا من الطيارة فينا هنا، هواي شلون ترفع من هنا. اي والله السلام عليكم. مال قبل مال شو اسمه، مال هاي من يسدون قلعات اللي نشوفها بال شو اسمه اللي نشوفها بال هاي فرعون من هاي فروها. يا ابوي شلون باب هاي ابوي، شو
شلونكم عيني؟ فتحنا الباب. ويلي. صدق واو. شوف هذا القفل شقد عمره. يشتغل والله. حوالي مجيم. ماكو هيجي باب وين انا؟ والله اذكره. كنت قبل ما احب الاماكن الاثريه. بس ما ادري شو هنا قمت احبها. شوف هنا شوف هنا يوبو 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 شلون درج هذا الكاس صدق هذا اللي يقول لك هذا ما شو اسمه شوف بالافلام مال القلعات طبعا بس شوفوا اصدقائي شوف هنا النظافه شيء ما ينوصف وشو معتنين بيها هاي قلعه كلش قديمه وهسه ان شاء الله راح تشوفون جوا شلون الشغلات ايش قد اعمار الموجوده جوا بالنسبه للتحفيات التماثيل للشغلات هي مال القلعه ومحتفظين بها تخيلوا هاي جوه السواح يعني انا قلت من راح يعني ما كحت بس شنو جوا العالم كوم ازدحام فشي مو طبيعي شوف هالقلعه شلون مثل ما نشوفها بالافلام هي نفسها يعني هي هاي القلعات اللي كانوا بالافلام اللي يصير الافلام الوثائقيه هي كلها من هنا هنا يجون شنو شو اقول لكم بس شوف الترتيب مال البناء شوف شلون معموريها شلون محافظين على تراثهم يعني المشكله انا انقهر على مود هذا الشيء يعني انقهر شوف هسه حاطين احجار اصليه من البنايه هذا هنا نسوي له تابوت هذا قبغ مال تابوت شوف السنه مالته 14000 يعني 1400 سنه صار له هذا يعني تخيلوا من 1400 هو هذا هذا طبعا هنا الدرع مالتهم والسيف هذا حديد اصلي شوف ايش قد عمره يمكن راح تقرب الصوره هنا 1240 تخيلوا يعني شنو 1240 يعني فيتشي 1240 هذا الرمز مال الشعار مالتهم هذا من الحديد مسوي بذاك الوقت تخيلوا شوف ايش قد عمره هذا 1283 القلعة هي هاي كلها هاي القلعة 1870 بس شوف شلون مبنية مسوي مصغر طبعا إلها القلعة هي هاي الثاني اللي بيها هذا شكلها الكامل يعني عرفت شلون فشوف الترتيب مالتهم شلون موقفيها شلون بانيها طبعا كلها قبل لا كان رافعة ولا كان شي تخيلوا 1842 هاي القلعة مبنية هاي القلعة 1842 هسه دخلنا بداخل قلعة ديروينا طبعا ويانا قايد ويشرح لنا غرفة غرفة يدخل ويشرح لنا شنو بيها شنو اللي صار هذا هنا مثل ما الذهب مثل خزينة صندوق يعني شو أقول لكم إيش قد ما أوصف لكم هنا شو معتنين بشغلات بسيطة والمشكلة الأعمار يعني هسه شوفوا هاي اللوحة من القماشية من القماش سجادة توثق الأماكن يعني الشغلات اللي صايرة بال هي الحلو بيها اللي صايرة بالقلعة شوف ايش قد عمرها هاي 1440 سنة تخيلوا هاي صار 1440 يعني بنفس الوقت هي مسوية متحف القصر مسوية متحف ومسوي القلعة عفوا هاي هنا كانت القاعدة مالتهم يقعدون أو طبعا أكيد هو اللي يشرح لنا كان بس أنا هسه أحكي لكم شنو اللي صار اللي افتهمته من عندهم طبعا الخشب هاي شوف الطاوله فشي مو طبيعي هاي الطاوله يعني صدق انتيكه زين هسه شنو دخلنا المكان هذا المكان لا هذا غير شكل هاي الغرفه اول مره ادخل بيها بحياتي وكان من صدفه كان وحده تنظف هاي المنظفه تنظفها بال شو اسمها المكنسه الكهربائيه هاي كلها عباره عن مربعات صغار ايش اقول لكم شلون اوصف لكم اياها صغار يعني ما اعرف شلون اوصف لكم اياها هيك فشي كلش صغير مربعات تخيلوا هاي 5 سنين شوفوا شو مربعات صغار هاي 5 سنين ظلوا يسووها هاي اللوحه الغرفه بس هاي 5 سنين يشتغلون بها يعني هاي حتى السقف مو رسم ولا انه مثلا ملونيها ولا لا هو جاي هاي القطعه ملونات وكامله هي القصه كلها هاي القصه على مود هاي البنيه اللي قاعده تتزوج عمرها 14 سنه تزوجت وماتت عمرها 24 سنه ماتت وين؟ بمدينتي منطقتي اسمها ماربورغ وعندنا كنيسه الها على اسمها هي عرفت شلون؟ هاي القصه مالتها فيعني كانت قصة كلش حلوة مالتها وهاي موثقين مالتها شلون تزوجت شلون لما لبسوها التاج
لما بعدين راحت الماربورغ جتي على منطقتنا، هي تبعد على منطقتنا هاي ساعة ونص المدينة، اسمها آيس الناخة. فهي جتي بعدين هنا وصار عندها 3 جهال وتوفت، هي بمنطقتنا توفت عمرها 24 سنة. فيعني كانت الهاي يعني الغرفة، أنا بصراحة أشوف أنها من توجوها بالملكة، صارت 1902 إلى 1906 هاي بنوها الغرفة. يعني إيش قد ما قلت لكم، إيش قد ما أوصف لكم شيء واو، يعني واحد من يدخلها صدق ينبهر بال يعني الشغلات الدقيقة البيئة والرسمة الجاية بشيء رهيب رهيب. يعني هي المربعات مالتها ما أعرف، يعني هاي قلت لكم إيش قد ما أوصفها للغرفة صدق تعبانين بيها، وخمس سنين تخيلوا يشتغلون بيها وبهالتصميم الراقي والمبدع وال ما أعرف شلون أوصفها. تخيلوا يعني أنتوا هاي كلها مربعات صغار، كلش كلش صغار يعني. فكان شيء كلش حلو يعني شفته بصراحة أنا، وحبيت أصور لكم يا أقول لكم يا كله الموجود. فمثل ما تشوفون أصدقائي قلت لكم هاي جسدها كلها. طبعا هاي أنا ما أدري شنو بيت ما تشرب كان عندها، والله ما أدري، لأن ما أعرف هيك تحسونه عبك بيت ما تشرب زين. هنا أنا هسه شنو أصدقائي، هاي بس حبيت شندا طبعا اوضح انه 1902 وهاي المالت هالنقاط شلون بنوها. هسه غيرنا رحنا ودانا هو على غير مكان، هذا المكان هنا نصعد بيه درج اصدقائي ونقعد هنا مثل التشانا وياخذون عليهم مؤتمرات. هذاك جيتار اورج، طبعا هذاك اورج كلش قديم، وهاي الغرفه كانوا يقعدون بيها هنا ويلقون بيها الشغلاتهم، يعني يحجون بيها الدستور والهسوالف والمحاكم تصير بيها، يعني هواي شغلات كانت تصير بيها بذاك الوقت. فكان شيء كلش حلو. هسه شنو هسه، طبعا هاي الليلو هنا يمي، انا دارك بصوت الليلو يمي خبلتني زين. المهم اصدقائي هاي شفتوها هنا كلش حلوه. الحلو بي يعني هي المشكلة بالتصوير مو هالقد، مو مثل ما واحد يشوفه بعينه ويشوف الشغلات العجيبة شلون يعني صايرة. هاي الصوف الحلو بي من كل قطعة من الحائط يحطون الأصلية شلون كانت ويطلعون هم شلون ملونيها، هذا الحلو بيها يصير زين. هاي هنا صور همين طبعا ما أدري منو بالضبط اللي بسوي هاي اللوحات، بس لوحات تجسد هي حياة هذا الشخص الموجود هنا. والله راح من بالي اسمه، قالوا لنا عليه هو يمكن مارتن مدري لوتن اسمه ما ادري، المهم واحد من عندهم من جماعتهم. بس يعني هو يقول لك هاي اللوحات شلون يجسدوها شلون تصير اللوحات ضخمة ودقة التفاصيل، يعني وجوههم عبك وجوههم هي الحقيقية زين. فشي كلش حلوه مثل ما قلت لكم، يعني هاي السفره يعني انا قلت لكم انا مو من هواة الشيء القديم ولا هذا، احب الشيء الحديث انا يعني بصراحه. بس من شفت هذني وقبلهم صارت لي سفره مع القديم انبهرت بالعوامل اللي موجوده وانبهرت بالتصاميم بالشيء الموجود، يعني فشي رهيب رهيب رهيب. يعني هي الحلو شو محافظين هم عليها. هاي الغرفه اصدقائي هنا هاي عندهم هنا صاله مال اجتماع مال قعداتهم ونساتهم اغانيهم شلون المسرح خلي نقول. والحلو بيها بهاي الغرفه شنو اصدقائي، هاي بيها لوحه، هسه راح اراويكم اللوحه. شوف هذا شلون على شكل تاج الاضويه مالتها، هذا هي مسرحيه مسرح مالتهم والتفاصيل مالته ايضا كلش حلو كلش جميل. هذا اصدقائي ايضا منا حاطيه شلون البوفي، احنا عندنا مثل ما يقولون نقول بوفية اي زين. هاي اللوحة اصدقائي شوفوا هاي الاصلية، اللوحة الاصلية اللي هم كانوا شلون قعداتهم شلون، شوف نفسه بالضبط، شوف التصميم هنا باللوحة وشوف هنا التصميم بالهذا شلون. هذا العود موجود ايضا اصدقائي، شوف هذا العود اي سنة 1330 هذا العود يعود ايش قد قدم ايش قد قديم لعد، وهذا الكتاب شوف ايش قد قديم هم لعد زين. هنا اصدقائي عندنا هي الغرفة نفسها، بس قلت لكم حلو بيها شوفوا اللوحة
طبق الاصل اللي هي من يعني قعدات ماي مثل هي هاي كانت نفسها الغرفه اللي قبل 1000 وما ادري كم سنه 1800 1000 وما ادري كم زين. وهذا طبعا دا يشرح لنا دائما يشرح لنا فهذا العود باعوه شلونه حتى هنا موجود موجود هو اللي جايبيه الاصلي مالته شوفوا وين حاطه هذا اللي هنا اللي موجود العود نفسه بالضبط اللي محطوط زين. فشي كلش حلوة هاي كانت السفرة وشي عجيب وحلو واحد من يشوف هيجي شلون صور هم راسمين جسديها والحلو بالالوان شلون جايبيها وما اعرف يعني صدق دول القدامة يعني كانوا فتشي تخيلوا هاي كل اللي يعني بنوها كان يعني مكان جهد عالي وبنوها كله انه ماكو لا مكان ولا شيء زين. هنا اصدقائي رحنا همين طبعا هاي شنو ديفافرنا بالقصر غرفة الغرفة غرفة الغرفة غرفة الغرفة هاي هم بالثاني هنا تجسد هايك وحدة جاية هنا من غير مكان هي من ألمانيا همين بس من غير مقاطعة وجاية عبرة هواية يعني مأساة وهذا صارت بيها بالطريق فهاي تجسد هاي اللوحة هاي الزاوية اللوحة من الأصلية اللي بعدها لحد الآن تخيلوا هيجي فدائما يعرفون زاوية هم من زوايا شلون كانت الأصلية يعرفوها على مود الناس تعرف انه هنا بس شوي ملونيها مثل ما يقولون. هنا هاي وحدها غير شكل شوف التفاصيل مال هاي القاعة اللي يدخلها يقول واو يعني عن جد واو هاي اللي يدخلها فشي مو طبيعي. شوف تفاصيل السقف شوف الدرج شلون تفاصيل بيها شلون تعبانين عليها شلون يعني مين ما اصف لكم اياها فتشي هاي البنايات القاعات وطبعا حدنا لهنا احنا نوقف ما يصير ندخل لي جوا تخيلوا يعني زين. فقلت خلي اكبر الصوره اشوف شنو هناك شكو على المضبوط يعني لين كل شيء كبيره. فهاي اصدقائي يعني كانت قاعة جدا حلوة وكلش تعبانين بها من الزغرف ومن ال يعني كلش كلش قد ما تصورون قد ما احكيكم عليها رهيبة. هنا شنو اصدقائي هاي بوفياتنا شلون البوفي البوفيه احنا نسميها بالعراق البوفيه هي هاي القلعة اصدقائي احنا اللي بيها شوف الاطلالة مالتها شلون مو كان ماخذة يعني فتشي رهيب رهيب يا هاي الملكة ايش كنت ما اقولكم فتشي يعني شوف ال يعني تخيل يعني حتى المدينة جوا جوا نظرها وتباوع عليها. هاي الشغلات هنا هاي ختومات ختم هذا قديم مالتهم يعني شغلات انتيكة هاي الختوم مال كل هنا طبعا ختومات هنا مقلاهم مال حبر مالتهم يعني كان كلش حلو بصراحة شيء غريب لوحات قديمة كلش ما تصورون انت تشوفون اعمارها انتو قدامكم شو هسه هاي حطيت ايش قد عمرها هاي 19000 يعني 1900 سنة هاي 1900 سنة عمرها هذا الكتاب هنا الكتاب شوف هذا ملون وايش قد قديم هذا الكتاب 1907 هذا العود هذا يزيد عمره 1450 فتشي 1450 تخيلوا 1400 سنة الصنع مالته 1450 بذاك الوقت كان عندهم العود الثاني تخيلوا مو كان العود العراقي هذا من نصر هذا هم ماخذين من عندنا زين هنا 1400 1500 هذا الاخ 1540 شوية تطور صار مثل اسال عندنا القيثارة العراقية هاي القيثارة قلت هاي عراقية 100% يا سنة. زين هاي ماخذيها من عندنا عيني هاي الشغلات هاي شغلات احنا العراقيين زين 1450 صالها هذا القيثارة زين شلون حلوة هاي غرفة العينتين جات تنام هنا اليزابيث شوفوا شلون شلون اطلع لها ماخذت عيني من هنا تباع المدينة كلها جواها المغسلة مالتها طبعا شوف شلون المغسل قبل زين تغيرت ما بقت نفسها زين بس شوفوا شلون تفصيل شربايه شلون اطلع العلا هناك والناظور هناك تباعد فقد احوال المدينه هاي شوفوا المسؤول دائما يكون على شيء وعنده منظار يباع على المدينه مثل المنطقه الخضراء
زي ما سيدنا المسيح هنا أنا ومريم سلام الله عليهم شفائي وويلي هاني كيف تقع على عيني هاي مرة بنت عمرها 1480 اللي باعه وللدرع وين شوفه بالأفلام وويلي فسي الدرع الدرع كان لبسوه يابا هذا الدرع كامل كانوا يلبسوه 1600 هذا 1600 سنة طبعا هنا انا اشوف هذا شلون مسوي شو اسمه ماكو هيك حلو ما مر شوف الانتيكه شلون انتيكه هذا كان يقعد لين كان يقرا هذا الاصلي الحائط وهذا مغلي فيه هذا طبعا هاي غرفه مال الكتب مالتهم يا بري القديم كان كلهم يغلفون الكتب مالتهم سرد اشوف يا سنة مكتوب هنا ما مكتوب كلش قديمة طبعا مكتبة ما مر الفتنة من هنا ورحنا يعني افتريناها كلها هيجي شو شو مسوي واحدة تدخل ببطن الثاني فتشي لا اقول لكم لا تقولوا لي فتشي شوف هذا شلون مسوي حلو في البير طيور راح نروح ناكل بهذا المطعم بس بطاطا هذا مشهور بالبطاطا كلها بطاطا حتى علامة مالته بطاطا هنا يا عيني البطاطا البوتيتا احسن شيء بنتقليها بس شوفوا هذا المطعم شلون انتيكه شوف شو مسوي شلون مطعم باعه يعني هذا بنفس الوقت عباك متحف مسويه شلون حلو هذا المطعم صدق انتيكه يعني فد شي ماكو هيك مستغله ليش يا؟ شلون؟ كنا يا ايش بس سكول هذا طبعا يعني صدق حلو شوف شوف نسوي شغلات الاطفال هاي هنا قديم مو كلش هاي ويلي بوتيتا باعوا تواليت شوف هنا يعني صدق يعني هذا مطعم ما اعرف فيه في السحر على بالك كلش حلو يعني صايحات هو هوسه وزعابيل وما ادري شنو بس فيتشي شوف 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 صدق فيتشي حتى ذني مال شغلات مال مطاعم قديمه اصدقائي هسه كنا وخلصنا لبسنا هاي الجو مطر صار عندنا فهسه خلصت جولتنا لهذا اليوم راح اروح هسه المنطقه الثانيه ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو ايضا فهسه نقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك تحياتي لكم شيف سهل عويدي من المانيا وحلو السلامه باي